ترى الصومال لا واحد شر معها وحويان الصومال لأني ماذا وإن لديده تاسوى عقل جديد يا إنتان شرعي بالجاه وواحد شر وين الصومال الآن وودن شر ودول شر ضد با كنول دولة با كشرتا نظام با كشرة دين با كشرتا لما قال هذا ودن كاجا شعلو وناجي سكشقة إلى شو فطرهان وحوج شعلان يعني تمشي كل شيء أو كبر باري شرع أنه وحوج شعلان إنه بلد كيسوي هاي بلد إسلام دول إسلام إنه يه أيوة شعلان وودن كيسو سيدو الدين هاني الدويان بو هرمري الله وكشقة عدي اللي بعتل الدوين إسا كورت تقار كود بالغي يا بين الدوين كارد عد عيان ودن كاجا إنا بابيس واد قحرة هذا ودن كاجا أبربرة سوى حتى وحتى كذا بيسي اللوج جاره ولا سومالي دوين مدودا ومقدس مسلمين تورد مين مدوبان بوح في عنا لكن محلكم مدوبا يا ده لا الدين تيس لهذا بالشرع دي دي خروج قال خروج على الحاكم ضد كأبابولا يا للعك على قب حيو إن دولة دالك هكا ترتلق الصهر تشيستو هلا أبابولو دادك هالقوة عيقليو كل هذا غلط ومخالف للشريعة وبلده النبي عليه الصلاة والسلام بلد كيسي ودن كيسو مكوي يعني هالك وكل شيء وكبر باري إنه لشي سئين تقبضان وكقات ومكا وصدح إيا كنتن سنضوض بو النبي عليه الصلاة والسلام مكا كنولا أفرتنا اللو وحيون إيا صدح إيا تون سنضوض أو النبي أهل دولك إلهينا رسولك عليه الصلاة والسلام مكة يوتش على ومحوك على هذه مكة لأنها بلده ووطن وبلد كيسي ودن كيسي وأنا أمر فطرية وضدك إلهي كباري بل حتى حيواناتك فكما يشعر كل شيء وكبر باري إنه دولك كلاوك على هذا وميلك لها دو تقو هل كأوسو به اليوم أو ماشى كلا غربك ودرامه واجيني نما وكدرامه مركاو غريب وكنا قنا يا ماشى كلا وحامش على السنة يا إنه ماشي سو كنا هذا رسولك عليه الصلاة والسلام يقول السفر وقطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه ونومه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل سفر كوا قبل عذابك كديدة قفك عنتضى يهرد يحس لم يديني متكين مركو الدم تسافر كلها ودم يستو هدك دقوا هراه وقول نقد الدت كيس عيب ما هقفكم مركو ودن كيس ينوتش على هذا تعايل كاس وتعايل شرعية وتعايل فطرية فطرة هان وحوج علانة إنه تمشي كل شيء وكبر باري شرع إنه وحوج علانة إنه بلد كيس وياي بلد إسلام دول إسلام إنه وياي أيوج علانة شعال كانوا حكروا من يدقف كودن كيس سينو إلى عشرة، وودن كيس وصيدو الدين هاني الدويان بوه رمر الله وكشقيا، وودن كيس إنه باب أو أمر دبعت عي كنا عدو إنه كرهيسني ولبسنا يا سلام الكارا وإنه كهر تجيوي، كما قال هذا وودن كاجا شعلو وناجي سكشقيا إلى عشرة، وحي دبعت عك إلالي. عدي اللي بعتل الدوين إسا كورت تقار كود بالغي يا بين الدوين كارد عد عيان ودن كاجا إنا بابيسو وفتنة أتكردو وأض قحرة هذا ودن كاجا أبربرة سوى حتى وحتى كذا بيس اللو جارو ولا سومالي دوين مدودا ومقدس مسلمين تورد مين مدوبان بوح في عنا لكن محلكم مدوبا يا ده إلهي الدين تيس والتعاون على البر والتقوى أبو الإلهي من نموردن إلهي سبحانه وتعالى ما أمانه ومن نمذا حق اللقوم يدوبه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أي كرد الله سيئن لا يسكى عشده وناج الدين دي الدويبة سيئن الله والتعاون على البر والتقوى مركز ستة اللو قاعده وانا وضن كاقا بابي صورت وترى سومال الله وحكرة معها وحويا سومال الله نمذا وإن لديده تاسوى عقل جديد يا إنتان شرعي بالجارين ووحد شروي سومالي الآن وودن شرا ودول شرا ضد با كنول دولة با كشرتا نظام با كشرا دين با كشرتا إنت وناجا كشرتا بين السادة وكشرتا السكر رابين دورين وحي إنت وناجا إنه قصاب بيريا
يعدي نوجس وكرنين يسوي نقع قله لكن عدة دون سين تاني نجاب بابيسه كودون ياها النقطة في الداخل أو في الخارج جودها تشوجا مد بدها تشوجا كعقبال بين وهكذا كل بلد إسلامي لول كستوى إسلامي نوع أساسه كله هل كانوا قرا معه إن لبابية أما في تنا لجريدو يربشت والنظام كي الدولة لماذا يكلا دبين تلاقي بابية ما لول كإسلام ككم إذا إن ذقب شمع ولهذا بالشريعة الجديدة خروج كالخروج على الحاكم تدك أبابولا يا للعك على قب حيو إن دولة هالك هك ترتل لقى صهر جيستو هلا أبابولا تدك هالقوة عيقليو كل هذا وغلط ومخالف للشريعة وحي تلو نعكسنا قفك وبحينا يا وينو سيد وبحي وحي وحتر ونعكسنا وبحينا يا وينو وينو بحي وحي ونعكس وكرني وسكرني لكن وضد الله مريه ونق وشيق يا ضي داعت بكتهاي إن النقطة معها مفسدة هي حمان هي الضرر هي الرباط تاشر عدو ما أقوله نبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر لا ضرر في الإسلام إسلام كل نبي مفسدة ما أقوله واحد رسولكم ما كوتش على لأن خير أرض الله لول كيلالك هو خير بدموي وسيد أحمد يترمذي بأولي من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء قال قال رسول الله والله إنك لخير أرض الله ما كون نبي الشيخ نقول كلالك وخير بدن بات وأحب أرض الله إلي نقول كلالك نتش على بارك ولولا أني أخرجت منك ما خرجت هذا اللي جا كسار العين وكفار قريش آر إسار العين واللي جاب كمان بحلم النبي عليه الصلاة والسلام مكاي مركي دام حلم النبي مكاي قلنا قواي مكاي قال ذاك حرودي المدينة والدجناء لأن النبي مهاجر بها مهاجر كان الرسول كشاجي لاما أقولا ماشوا كه جلودي صدح مع الموضوع حكى بدنا نشوف مركز صار النبي عليه الصلاة والسلام مركز دم بق مكوا وصيدا وتشعلي وقولنا قوم يواتها